السلام عليكم شباب، اهلا بيكم. هنكمل باقي المسائل في الاسترس اللي بدأت من اول مسألة رقم 7. هنحل مثال تاني على مسألة رقم 7. مسألة 7 فيها 3 مسائل، فيها مسألتين 2 بي كمرتين، حلنا منهم كمرة في الفيديو اللي فات. وفي عندنا مسألتين بيبقى عندنا شكل structure، هنحل واحد منهم. ضمن الستراكشر ده مديني هنا شكل ال L shape ده، مقلوبة يعني L، متثبتة من تحت complete fixation. وفي عندي لود ال B ده وال B ده، في لود B رأسية وB أفقية، وقيمة اللود دي 120 كيلو نيوتن، ومديني ال dimensions عندي. بيقول لي برضو نفس السؤال، بيقول لي احسب عند ال stresses عند critical section، وبعدين ابدأ حدد البوينتس او اللي على الاليمنت ده، الاليمنت اللي عليها الماكسيمم نورمال ستريس والماكسيمم شير ستريس، بناء على الكريتيكال سيكشن اللي احنا طلعناه. طيب المساله دي هنرجع كده للفيديو اللي احنا سجلناه في الاستاتكس، مساله ستراكشر. فانا ابتدي اقدر ارسم الدياجرامات على كل جزء من الستراكشر ده. الستراكشر ده كانه متقسم عندي جزئين، كان في عندي الجزء ده الراسي والجزء الافقي. يعني انا حبيت اسمي ده بوينتس، هنسمي هنا A B C. اسمي النقطة ده مثلا دي اسميها A، دي A، واخر الفيرتيكال ده B هنسميها نقطة B، ولو مشيت رأسي هيبقى عندي نقطة C. طيب عشان احل هحول ده لفري بودي دياجرام، مش هسيبها بالشكل 3D ده. لو حولتها لفري بودي دياجرام عبارة عندي عن ايه؟ عبارة عندي اهو كده، في هنا الفيكسيشن عند نقطة A وعند نقطة B هنا اهي، ودي C. وعند C في عندي كام فورس؟ في 2 فورسز، ال B دي اللي هي 120 كيلو نيوتن، وفي عندي 120 تانية اهي، عندي 120 كيلو نيوتن. أول خطوة بعملها ايه؟ إن أنا ببدأ أحسب الرياكشنز اللي موجوده للستراكشر ده كله. فابدا احط رياكشنز عند البوينت A، في عندي هنا عايزها 3 رياكشن YA XA ومومنت. انا فرض اتجاهات صح، مومنت اراوند ايه، هعمل ايه؟ طبعا بحط على البوينت جرام الديستنس اللي انا هحتاج احسب ليها. هو بيقول لي من الاول هنا لحد بقى النقطه دي. طب الخط ده بالنسبه لي الفيرتيكال هو يعتبر انهي خط؟ باخد لحد كان السي جي بتاع الشكل ده، السي جي بتاع ده، يعني باخد كان المحور الفيرتيكال ده. فالسي جي ده بتاع ده هيبقى فين الديستنس بالظبط؟ هو المفروض ده 0.3، يبقى النص بتاعه السي جي بتاع المستطيل ده اللي طالع، المربع اللي طالع ده 0.15. يبقى الديستنس من هنا لحد البدايه هنا 3 متر الاولانيه، ومن هنا لهنا 3 متر زائد 0.15 تاني. انا عشان ابدا احط الديستنس دي عشان لما اجي اشوف الفورس واحسب المومنت الرياكشنز، هو بيقول لي ايه دلوقتي؟ الديستنس من ده للشكل ده 3. طيب انا الديستنس يهمني من اول اللود لحد فين؟ يعني الكاميرا دي خط اللي رسمته ده يمثل ايه؟ يمثل النص بتاع العمود اللي انا عندي الفيرتيكال ده. طيب انا عندي الديستنس من هنا لهنا دي هتبقى من اول هنا لحد هنا اهي، هتبقى 3.15 متر الهوريزونت من اول هنا لحد الايه، بدايه العمود الراسي ده اللي هو الاي بي. طيب والديستنس الراسيه دي اللي هي من اول اللود بي ده لحد البوينت ما انزل تحت الكاميرا دي اللي هو من اول للاخر هنا، هو مديها لي من اول للاخر هنا 3 متر، يعني عندي الديستنس دي 3 متر. رسمت الفري بودي دياجرام، حطيت عليه رياكشنز، شفت المسافات اللي هو مديها لي، هبدا احمل ايه بقى؟ هبدا اشتغل عادي سمشن مومنت اراوند A، هبدا احسب. لو خدت سمشن مومنت اراوند بوينت A يبقى في عندي الام A، هفرض اتجاه برده زي ما بنحل مسائل رياكشنز عادي جدا، هنلاقيها بسرعه كده سمشن مومنت اراوند A equal 0، هيبقى في عندي الـ MA. افرض ان ده الاتجاه الموجب بالنسبة لي الـ counter clockwise، هيبقى عندي الـ MA بالموجب. ايه تاني هيعمل مومنت حوالين النقطة دي؟
هلاقي هنا ال 120 كيلو نيوتن هتعمل مومنت بس في اتجاه الكاونتر كلوك وايز يبقى ناقص 120. 120 دي هتعمل في الديستنس مسافه 3.15، وال 120 دي برضه هتعمل مومنت بس هتبقى ايه؟ هيبقى كاونتر كلوك وايز، يعني هنحط له اشاره موجب 120 في 3. لما هنحل دي هنفكها هيكون لها بتساوي صفر، هنطلع هنا المومنت اراوند ايه، هيطلع الاتجاه اللي انا فرضه ده الاتجاه مظبوط، هيطلع المومنت اراوند بوينت ايه 18 كيلو نيوتن متر. وهنا تطلع 18 كيلو نيوتن، تمام؟ يعني كأني ضربت ال 120 في ال 0.15 تطلع 18 كيلو نيوتن متر. جبت ال ام اي، بعدين هبدأ أعمل إيه؟ سميشن اف اكس سميشن اف واي من منظر الشكل الفريم سهل جدا، فيبقى ال XA هنا هتساوي 120 في نفس الاتجاه ده، وال YA هتساوي برضه 120 وطالعة لفوق، يبقى ده جبتها خلاص من summation الـ equilibrium equations، بقت دي 120 عندي كيلو نيوتن، دي اللي هي ال YA، وال XA برضه 120 كيلو نيوتن، تمام كده؟ أنا كده حسبت الرياكشنز للفريم. هبدا ارسم ايه؟ هبدا ارسم اللودنج دايجرام لكل واحد منهم اللي هو الاي بي والبي سي، هبدا ارسم لكل واحد منهم ايه؟ اللودنج دايجرام. هيقابلني ايه؟ طبعا لما انا هقطع هنا عند البوينت بي، فكان عند بوينت بي قطعت النقطه دي هيظهر لي 3 رياكشنز اكس اف اكس اف واي ومومنت، هيبقى عندي ده لما اجي اقطع من هنا كده اهو عند البوينت بي هيظهر 3 رياكشنز هنا واي بي، سوري خليها اكس بي عشان ده افقيه، اكس بي واي بي بي ام اي. لو خدت الخط الفيرتيكال ده قطعت عنده، ادي هنا ايه وادي هنا بوينت بي. اصلا عند البوينت ايه في ايه اصلا موجود؟ في ثلاث حاجات موجودين اصلا، في عندي ال 120 كيلو نيوتن دي الفيرتيكال الرياكشن ده، في عندي الرياكشن الهوريزونتال اللي هو 120 كيلو نيوتن، وفي عندي قيمه المومنت اللي هي 18 كيلو نيوتن متر. هيبدا يظهر لي عند البوينت بي لما انا هقطع، انا هقطع هقسم الجزء اللي عندي ل A B و B C اهو، واقوم راسم ال B C الناحيه الثانيه اهي، ادي بوينت بي ودي بوينت سي. عند البوينت سي اوريدي في 2 ايه؟ في التو لودز هم اللي هو ال 120 كيلو نيوتن وال 120 كيلو نيوتن. عند البي هعمل ايه يا شباب؟ انا قطعت يبقى هم عاكس الاتجاهات، انا فرضت ان هنا في ام ده مومنت في الاتجاه الكاونتر كلوك وايز، يبقى لما اجي اقطع هنا عند البوينت بي هم عاملوا ايه؟ كلوك وايز، يبقى في عندي ام بي اهي الاكشن عايز لسه يتحسب عشان لما قطعت الجزء، والاكس بي راح كده يبقى هعمل اكس بي الناحيه الثانيه، ودي طالعه لفوق يبقى هنزل هنا لتحت زي ما عملنا في مساله الايه؟ الفريم اللي احنا عملناها في الجزء بتاع الشيت الاستاتكس اللي قبليه على طول، مساله رقم كانت 5 تقريبا، تمام؟ طيب نحسب من اي واحد سواء من ده سواء من ده، نبدا باي واحد. لو انا خدت الكاميرا البي سي، هاخد الكاميرا البي سي عندي دي، الكاميرا الجزء البي سي ده لو حبيت اجيب سميشن المومنت، هو هنا انا مش الديستنس 3 متر، اوكي. لو حبيت اجيب هنا السميشن مومنت اراوند بوينت بي هيبقى عندي ايه؟ ال 120 مش هتعمل مومنت، ال 120 دي هتعمل مومنت في الديستنس اللي هي الديستنس اللي مديها لي هنا 3، يبقى 120
في 3 هتطلع لك 360، 120 سوري، في 3 هيطلع 300، هيطلع 378 كيلو نيوتن متر. مومنت هيطلع اتجاهه كلوك وايز، يبقى لازم المومنت اراوند بي يطلع ايه؟ كاونتر كلوك وايز. يبقى المفروض ان الاقي هنا الاكشن هنا ده عامل كلوك وايز دايركشن، يبقى في عندي مومنت، المومنت اراوند بي ده بام بي هتساوي المفروض ناقص 300. خلينا نحطها في خطوات عشان ايه انتوا شايفين الارقام اللي حسبنا بيها. خلينا نسيب دي جنبها كده، هنقوم قايلين كده دلوقتي الكاميرا دلوقتي اللي بشتغل عليها البي سي summation moment around b equals 0، عند المومنت بي هاخد اتجاه، هفرض مثلا ده الاتجاه الموجب بتاعي، يبقى عندي ام بي زائد ال 120 في الديستنس 3 بتساوي صفر، تطلع لي الام بي بتساوي 375 كيلو نيوتن متر. تمام كده انا جبت ايه؟ كده جبت المومنت عند بي. لو حبيت اجيب سميشن اف واي سميشن اف اكس هيطلع لي من الرسمه اللي انا رسمها دي، هيطلع اكيد الاكس بي كده بالسالب برضو، تطلع سالب 120 كيلو نيوتن، ويطلع الواي بي برضو تطلع لفوق عشان بعكس اتجاه 120 لتحت، الاكس بي برضو تطلع الاكس بي الواي بي تطلع ناقص 120 كيلو نيوتن. كده انا جبت الرياكشنز هي هي قيمها هنا هحطها هنا. لو كنت حسبت الثلاثه دول برضو من البين اي بي هيطلع هي هي. ممكن تعمل تشيك على حلك احسبها تاني مره هنا عشان تتاكد فعلا ان هو الام بي هتطلع زي قيمه ام بي اللي هنا، وعشان يطلع الواي بي زي الواي بي اللي هنا، والاكس بي تطلع زي الاكس بي اللي هنا. يعني خلي ده شيك لحلك. طيب انا كده بقى معايا الكامرتين جاهزين اقدر ارسم عليهم احط عليهم الرياكشنز. هقوم جاي راسم واحده واحده منهم الاول. هرسم الايه؟ هرسم الاول الاي بي دي اهو، هرسمها كده اهي، هرسمها جاهزه بكل حاجه عليها. في عندي هنا الفورسز نفسها اللي هي كانت هنا 120 كيلو نيوتن، وهنا 120 كيلو نيوتن، والمومنت اللي عندي اللي هو 18 كيلو نيوتن متر. واجي من فوق اقوم موقع قيم بقى اللي انا حسبتها. الاكس بي خلي بالي بس انها طالعه لي ايه؟ طالعه لي بالسالب، طالعه لي هنا بالسالب، يعني معناها المفروض عكس ايه؟ عكس الاتجاه بتاعها. يبقى ده المفروض تبقى عامله كده. الاكس بي المفروض احط قيمه 120 اهي كيلو نيوتن، وبرده الواي بي طلع بالسالب معناها انها طالعه نازله لتحت مش طالعه لفوق، انت برده 120 كيلو نيوتن. وفي عندي المومنت انا فرضه ان هو انتي كلوك كاونتر كلوك وايز، يبقى المفروض ان هو يبقى ايه؟ كلوك وايز دايركشن، يعني المفروض يطلع كده. المومنت ده اللي هو عند بوينت بي طلع قيمته كام؟ اللي هو 375 كيلو نيوتن متر. هعمل ايه للكاميرا دي بعد ما احط عليها كل حاجه؟ هرسم لها اللودنج دايجرامز عشان اشوف فين الكريتيكال سيكشن. لما ارسم لده وارسم لده، نرسم لده كده اللودنج دايجرامز، هقوم جاي راسم ايه؟ دي كانها كانت ليفر اهي، هبدا امشي بخط راسي اهي جنبها، ارسم ثلاثه لودنج دايجرامز جنبها اهو، واحد للنورمال، واحد للشير، واحد للمومنت. بالنسبه للنورمال هقف هنا، هل في اي حاجه في اتجاه الاكس؟ اه في 120، ال 120 كيلو نيوتن. هبدا اعمل ايه؟ احط ايدي وابدا اشوف اعدي السقف، الاقي انها عامله ايه؟ كومبريشن على ايدي، يبقى اقوم جاي ماشي ناحيه الكومبريشن ناحيه الشمال بمقدار 120 كيلو نيوتن، واطلع بالقيمه دي لحد فوق اهي، هلاقي هنا احط ايدي اعدي الاقيها شدت، يعني معدي نقطه شدت، اقوم نازل لتحت انزل اتجاه البوستر اهو برده 120 كيلو نيوتن، واقوم حاطط هنا اشاره سالب عشان اعرف ان ده بيحصل هنا ايه؟ كومبريشن. يبقى ده النورمال فورس دايجرام. الشير فورس دايجرام هعمل نفس الكلام، اطلع اطلع مع الطالع وانزل مع النازل. هنا الاقي نفسي ان انا ايه؟ هنزل 120 وافضل لحد الاخر، اقوم طالع تاني ب 120. خليني اقرب ده كده شويه اهو، ده الشير فورس دايجرام، هنزل هنا ب 120 كيلو نيوتن وافضل ماشي واطلع ال 120 كيلو نيوتن.
نيجي عند البيندنج مومنت هنا بقى ركزوا كده اللي هيحصل فيه ايه. هوقع ناحيه دي لسه، هبدا من اول نص تحت خالص اهي، ده البيندنج مومنت دايجرام. هلاقي ايه ناحيه دي لسه ناحيه الشمال، هوقع ناحيه الشمال بقيمة قد ايه مومنت 18 كيلو نيوتن متر، واقوم طالع عند 18 كيلو نيوتن متر واوقع نقطه، هوقع فاليو 18 كيلو نيوتن متر. بعدين هفضل ماشي على القمر لحد قابلني هنا الناحيه من فوق، قابلني ايه في كونسنتريت مومنت تاني قيمه قد ايه 375 كيلو نيوتن متر. يبقى اجي من هنا ده اطلع فاليو راسيه بقيمه 375 كيلو نيوتن متر. يبقى هاجي اوصل دي النقطه اللي انا جبتها 18 هنا كام 375 كيلو نيوتن متر، واقوم اوصل دي بدي كده. رسمت اللودنج دايجرام للجزء من الكبير الاستراكشر بتاعي اللي هو الاي بي. هرسم نفس الكلام لمين بقى؟ للبي سي. ناخد البي سي اهي، واحط نفس الحاجات اللي انا عملتها. هيبقى عندي هنا 120 زي ما هي دي موجوده في الطرف كيلو نيوتن، في عندي هنا 120 كيلو نيوتن، وعندي هنا الفاليوز اللي عند البي اللي كانت اتعكست، فبقى عندي هنا قيمه مومنت اللي هي قيمتها 375 كيلو نيوتن متر، وفي عندي الرياكشن ده يعني اتجاهه لفوق اللي هو 120 كيلو نيوتن، وفي الرياكشن ده كان داخل لجوه اللي هو برضو قيمته 120 كيلو نيوتن. هرسم اللودنج دايجرام تحت منها بقى عشان هي ايه كاميرا كاميرا افقيه. هرسم النورمال برضو الاول، هنيجي نرسم النورمال هيبقى ايه؟ هلاقي نفسي ان انا احط ايدي برضو اعمل ضغط، يبقى هقوم نازل لتحت ضغط 120 وامشي لحد نهايه الكاميرا. كده ايه نورمال فورس دايجرام برضو بمقدار كام؟ 120 كيلو نيوتن. لازم احط الاشاره. هاجي بعد كده ارسم الشير، الاقي نفسي بطلع 120 وانزل اهو، بطلع 120 وامشي وانزل. ادي الشير فورس دايجرام، هطلع عند مقدار 120 كيلو نيوتن. هاجي بعد كده على الكاميرا الاخيره لكاميرا البندنج، هلاقي البندنج وانا برسمه هوقع ناحيه دي لسه برضه. هبقى اول الكاميرا عندي بقى لما اجي اوقع قيمه المومنت، هيبقى عندي المومنت هنا بكام؟ في مومنت مقداره كام؟ 375 كيلو نيوتن متر. هفضل ماشي مع الكاميرا لحد نهايه الكاميرا، هيبقى في عندي كام؟ زيرو اهي. اوصل البدايه بالنهايه، يبقى ده البندنج مومنت دايجرام للكاميرا البي سي. هبدا بقى ابص على الاثنين، فين السكشن اللي عليه اكبر بندنج مومنت؟ نبص كده في الكاميرتين. في الكاميرا الاي بي مين اكبر بندنج مومنت؟ هبص هلاقي اكبر بندنج مومنت في القطاع ده كله عند البوينت بي، هو ده اللي عليه اكبر بندنج مومنت اللي هو قيمتها 375. هي نفس النقطه اللي هي برده هنا، لو جيت اخد الكاميرا البي سي الاقي اكبر نقطه عليها الاكبر بندنج مومنت هي مين؟ هي نقطه بي. يبقى الكريتيكال سيكشن بالنسبه لي هو عند اللي عنده اكبر بندنج مومنت اللي هو عند البوينت بي. يبقى الكريتيكال سيكشن at point B. طيب ايه اللودنج ده؟ ايه اللودنج كونديشنز؟ ايه اللودز اللي ظهرت عند البوينت B غير المومنت؟ هقوم قايل كده اللودنج كونديشنز زي ما حلينا اللي فات، اللودنج كونديشنز at B ايه هم بقى؟ اول حاجه في عندي نمشي بالترتيب كده، في نورمال فورس دايجرام اللي هو في نقطه قيمه لو نزلت كده بالخط ده في نقطه ايه؟ نورمال بمقدار قد ايه؟ 120 كيلو نيوتن. يبقى انا في عندي فورس نورمال فورس 120 كيلو نيوتن، همشي كده. اه في شير، في في، طب الفي دي في واي ولا في اكس؟ اه عشان اعرف الكلام ده لازم ارجع لشكل الكاميرا بتاعي من الاول خالص واحط القطاع بتاعي. انا بس بلبس الكاميرا الرأسيه دي، فانا لو خدت قطاع هنا كده، خدت القطاع كده اهو، القطاع اللي انا خدته ده هحط له محاور. قلنا هحط المحاور اللي جوه الصفحه بالنسبه لي، هو هحط المحور ده محور اكس
اللي جوه صفحة اكس، وهخلي ده هو ده واي اهو. يبقى محور الكاميرا ده هو مين؟ هو بالنسبة لي زد، اللي طالع ده زد. طيب ابدأ ابص كده، انا عايز اعرف الكاميرا دي لما جيت درست لها الشير اللي جه هنا، الشير الفورس اللي تعمل شير على القطاع ده، هي ال 120 ولا ال 120 دي الافقيه دي ولا الرأسيه دي؟ هلاقي لو نقلت عند القطاع اللي انا رسمته دلوقتي ده، هلاقي ال 120 دي نقلت كانها نورمال، مش هي اللي بتعمل شير، انما دي هي اللي راحت برل، راحت تبرل لانهي محور؟ لمحور اكس ولا محور واي؟ راحت تبرل لمحور واي اهو، دي موازيه الواي بتاع القطاع بتاعي. لازم تحط رسمتك عليها محاور عشان اعرف الفورس دي بتعمل ايه؟ في هتعمل هنا في اكس ولا في واي ولا في زد؟ لان ممكن لو يعني هي طبعا مش هينفع في زد، لان مش فيش حاجه موازيه لمحور زد. زد يبقى لو موازي لزد يبقى بتعمل نورمال فورس في القطاع اللي انا رسمه ده على المحاور اللي انا حاططها هنا اكس وواي وزد. فمهم جدا احط محاور مظبوطه انسب ليه؟ لان كل واحد ممكن يحط المحاور مختلفه، ممكن حد يعمل لي ده واي وده اكس. خلاص يبقى الموضوع هيختلف. فلازم ارسم محاوري واحدد الفورس اللي جايه لي عامله شير دي موازيه لاني محور من اللي انا رسمته. فانا هنا طبقا للرسمه دي ده موازي الواي وهو بيعمل في واي. المقدار قد ايه يا شباب؟ 120 كيلو نيوتن. عندي ايه تاني؟ عندي قيمه مومنت. عندي قيمه مومنت. قيمه المومنت بقى دي مهم جدا اوقعها صح. اوقعها هي حوالين انهي محور من المحاور اللي انا رسمتها، واوقع اتجاه دي السبب بتاعها مظبوط. في عندي قيمه مومنت بمقدار قد ايه؟ ام اكس ولا ام واي؟ تعالوا كده نشوف المساله. المومنت ده عندي هنا اهو عند القطاع ده. المومنت اللي جاي على القطاع اللي عندي ده لو انا برضو حطيت بدل ما اقعد كل شويه ارجع لده، لو انا الكاميرا بتاعتي اهي، شايفين الكاميرا اهي؟ اوكي، فين محور اكس بالنسبه لي دلوقتي؟ اكس هو اللي ايه؟ هو بالنسبه لي داخل جوه الصفحه. صح اهو. ده محور اكس. محور واي اللي هو المحور ده. ده بالنسبه لي واي. وزد هو محور الكاميرا. فالمومنت ده كده بيلف حوالين انهي محور؟ اكس ولا واي؟ بيلف حوالين اكس. يبقى ده من هنا. لو هقعد اطلع في 3 دي او مش رسم 3 دي، نرجع تاني لل 3 دي برضه. لو جيت ابص عليه الفورسز اللي بتعمل مومنت ايه هما اللي هيعملوا مومنت حوالين ده؟ اما اخدها من ناحيه الرياكشن او اما اخدها من ناحيه الفورسز من فوق. فلو خدتها من فوق من هنا هلاقي اللود ده بيعمل مومنت، البي دي بتعمل مومنت حوالين انهي محور؟ ده لما يحب يلف في الجزء بتاعي، يلف ده كده يمسكه كله يلفه، ده هيعمل مومنت كده، هيلف حوالين محور اكس ده. يعني هيلف حوالين محور اكس اللي هو المحور ده اللي انا شايفه دلوقتي ده كده، ولا هيلف حوالين محور واي اللي هو بالنسبه لي دلوقتي اللي جوه الصفحه تاني؟ هو اكس جوه الصفحه واي كده. فالواي لو جيت مدها الفورس دي بتقطع واي وموازيه لزد، يبقى بتعمل مومنت حوالين مين؟ حوالين اكس اللي جوه الصفحه. نفس الكلام اللود بي دي لو جيت اشوفها هتلاقيها موازيه مين؟ لمحور واي بتاع الرسمه اللي انت فرضته دلوقتي. وبتعمل ايه مع زد؟ بتقطع محور زد. لو مديت زد ده بتقطع زد، يبقى هي بتعمل مومنت حوالين اكس لانها لا بتقطع ولا بتوازي الايه؟ الزد. سوري، لا بتقطع ولا بتوازي الاكس. اوكي؟ طيب نرجع نكمل. يبقى انا عندي ام هنا، ام اكس طبقا للرسمه بتاعتي. لازم تحط المحاور يا شباب، دي اهم حاجه عشان ما تغلطش. قيمه المومنت دي كام؟ 375 كيلو نيوتن متر. ما سيبهاش كده، لازم احط ايه؟ اتجاه دي لسه في الرسمه دي. دي لسه فين؟ هنا، عشان دي ام اكس طبقا للمحاور اللي انا عاملها دلوقتي دي، فيا يمين يا شمال، عشان اكس هو بالنسبه لي داخل جوه الصفحه دلوقتي. اوكي؟ فدي لسه انهي ناحيه؟ ناحيه الشمال. يبقى لازم ده اتجاه المومنت بتاعي يعمل كده، ده ناحيه دي لسه وده ناحيه راس السهم، عشان لما اجي احط القطاع احسب الاسترسز اجي اعرف احسب السيجما احط بوزيتيف ولا نيجاتيف. كده ثلاث لودنج كونديشنز. طبعا باقي الحاجات الفي اكس مش موجوده، الام اكس مش موجوده، الام زد مش موجوده، كلهم بصفار. يبقى دي قيم اللودنج كونديشنز طلعتها. طب واحد يقول لي انا مش لسه كنت هزيد ده واخش احسب من هنا، مفيش مشكله. بس الكاميرا دي دلوقتي عندك ايه؟ كاميرا افقيه. هتاخد الكاميرا دي
تحط لي قطاع وتحط محاورك وتسمي مسميات صح، الحلين هيطلعوا زي بعض. فانت وانت بتحل كده جرب اعمل واشتغل، بس افرض محاورك صح، حط محاور ليك زي ما انت عايز. انت هتبقى عكس كلامي ده، او لو لقيته زي ما هو المسميات دي كلها هتتغير، في كذا مسمى هيتغير. اوكي، المهم انا طلعت بس اللودنج كونديشنز عشان ابدا احدد انهي بروبرتيز الاري هضطر احسبها للقطاع اللي عند البوينت بي. ما انا قلنا الكريتيكال سيكشن عند مين؟ عند بي، اللي هو شكل القطاع منتظم عندي، اللي هو عباره عن مستطيل 0.3 متر في 0.4 متر، ده القطاع بتاعي. المهم هبدا احسب من هنا بقى ايه بروبرتيز اوف اريا. محتاج انهي بروبرتيز اوف اريا عشان احسب الاستريسز؟ الفورس بتحتاج ايه؟ اريا عشان احسب السيجما. الفي واي بتحتاج ايه؟ بتحتاج اي اكس وكيو عشان اقدر احسب الشير بتاعي عند القطاع مختلف. طيب والام اكس بتحتاج ايه عشان احسب السيجما؟ هيحصل ما ده من نورمال ستريس ام في على اي، الاي اي هنا اي اكس. يبقى دي بروبرتيز انا محتاج احسبها للقطاع بتاعي. اجي ارسم القطاع بتاعي ده بره، القطاع بتاعي عباره عن ايه اصلا في المساله مديهولي؟ اهو قطاع مستطيل اهو، ارسمه احط المحاور على القطاع ده اللي انا هشتغل عليه مظبوط. القطاع ده انا قلت محور اكس هو جوه الصفحه، محور واي هو الافقي. انا فرضت كده اوكي، محور اكس عندي جوه الصفحه يبقى اقلبه يبقى هو الراسي، ده اكس اكس اهو كان جوه الصفحه، لما الف 90 درجه يبقى واقف راسي. محور واي هو بالنسبه لي بقى الافقي. احط الابعاد على القطاع ده اللي انا عايز ادرس له بروبرتيز اوف اريا. عندي البال ده 0.2 دول 0.3 والبال التاني 0.4. هحسب الاريا، الاريا بسيطة جدا، الاريا عبارة عن دائرة مستطيل، يبقى الاريا هتساوي 0.3 و0.4. ايه الغلطة اللي خلي بالي وانا بحسب؟ دي هتطلع لي بالمتر، هيطلع لي بالمتر 0.3 في 0.4 هتطلع 0.12، هتحولها بعد كده لمتر لمتر، هتطلع متر سكوير، حولها لي على طول لملي متر، هتضرب في كام؟ 10 اس 6 عشان ما نحسبش حاجه غلط. جبت الاري، تاني حاجه هتجيبها مين؟ اي اكس. اي اكس ايه؟ الموازي، يعني انت جايبها 12، الموازي لايه؟ عشان كده قلت لك ارسم رسمتك عشان ما تتلخبطش زي ما كنا بنحل اي مساله قبل كده. خلي بالك الاكس اللي نازل هو الراسي دلوقتي، هنا الاكس هو الراسي، فالموازي الاكس هو مين؟ ال 0.4. خلي بالنا يبقى بتساوي 0.4 في 0.3 ده كعيب على 12، ده برضه هيطلع لي كده بال هيطلع لي بالمتر، وبعدين هرجع احوله لملي متر، هيطلع بالمتر 9 في 10 ناقص 4 طبعا هنحولها على طول في ساعتها ايه للملي متر، او كنت من الاول خالص خلي ده بالملي متر، يعني 0.3 متر حولها اضرب في 1000 يبقى عندك 300 ايه 300 ملي، كنت من الاول طلع ده اكس على طول بالايه بالملي متر، يبقى 900 هيطلع في 10 اس 6 ملي متر باور 4 ملي متر باور 4. طيب وبعدين بقى، وبعدين حسبت كده طيب نكمل معلش دلوقتي احنا ايه خلاص جبنا كده الاي اكس قلناها للقطاع، جبنا الاريا للقطاع. الكيو بقى قبل ما اخش في حسبه الكيو، هو هنا هحل الكيو فين؟ هنا الشكل ده مستطيل، ده من الاشكال المحفوظه اصلا ليها احسب لها التاو، وانا هحل الكيو ليه؟ عشان احسب التاو. هنا الكيو دي لو انا احتجت احسب فرضا للشكل ده هحسب عند فين؟ عند بدايه السكشن ونهايه السكشن وعند السي جي، فعند بدايه ونهايه في صفر واحسب عند السي جي، هتاخد مني مجهود وقت اوكي، بس احنا دي من الاشكال المحفوظه فمش لازم احسب الكيو اصلا، عشان انا هبقى حافظ اصلا التاو ديو تو شير فورس على على الشكل المستطيل بتساوي ايه؟ 3 على 2 في مضروبه في الفي على الاريا، فانا بتمشي لازم اجيب الكيو اقعد اضيع فيها وقت. اوكي يبقى كده خلصنا بروبرتيز اوف اريا، جهزت نفسي رسمت القطاع، جاهز ابدا اعمل ايه بقى؟ اخش على خطوه حسابات الاستريسز على القطاع بتاعي وابدا ارسم الاستريس دايجرام، وبعدين اطلع
الماكسيمم ستريسز بناء على الستريس دياجرام، وابدا اطلع الاليمنت ده واحط عليه الستيت اوف ستريسز. فنكمل بقى كده. خلاص انا كده طلعت اللودنج كونديشنز عندي، طلعت البروبتس اوف اريا. نبدا نحسب بقى الستريسز عندي على القطاع. يمكن مش محتاجين نمسح دي، critical section loading conditions properties of area. خلي بس ده لو احتاجناه، مش محتاجينه دلوقتي. تمام، خلي ده عشان احنا بنحسب الاسترس. طيب دلوقتي بقى هبدا احسب الاسترسز، الستريس كالكوليشن. هبدا احسب النورمال ستريس، نحسب بس كل ده سكشن ايه بي عند القطاع بي، سواء هاخده من الكاميرا دي او من الكاميرا دي. اوكي، حلو قوي. انا دلوقتي شغلت طول الوقت دلوقتي مع الايه، مع الكاميرا الرأسية. بالنسبة لي فانا هنسب كل حاجة للكاميرا مين؟ الرأسية اللي هي الاي بي. السيجما عند القطاع، القطاع لما بحط بحط ليه ايه؟ بوينتس بحسب عندها، بحسب فين؟ عند بداية ونهاية وعند ليه السي جي. فانا عندي هنا ايه؟ ادي بي ادي سي، النقط اللي على القطاع، صح؟ طيب هو هنا بيعمل مومنت قلنا حوالين ام ايه؟ ام اكس. بصوا ركزوا بقى معايا هنا، ام اكس يبقى انا عامل ده صح؟ اي بي سي بحسب كده؟ لا، خلينا نرسمها تاني بره، نرسمها تاني واحنا نحسب النورمال. القطاع عندي اهو، قطع عندي كده صح اهو، لازم ارسم عليه المومنت اللي انا عايز اثبت الاسترس. ادي هنا 0.3 وادي هنا 0.4. المحاور بتاعتي بقى المحور ده هو محور مين؟ ده محور اكس بالنسبه لي وده محور واي. المومنت لما احب احطه على الكاميرا دي رسمناه افقي ولا راسي؟ رسمناه افقي عشان هو ام اكس هنا حوالين محور اكس اهو، يبقى ده المومنت بتاعي. المومنت ده لما بحب اجيب الاستريس بجيبها فين؟ عند بدايه نهايه القطاع في اتجاه المومنت، لان المومنت ده هيبني القطاع كده، ده اللي هيتشد وده اللي هيتضغط، صح؟ يبقى بالتالي مش اقوم عاكس واقوم راسم هنا اي بي سي، لا بقى عندي اي بي سي فين؟ ده بقى دي اي وادي بي وادي سي. تمام؟ اقوم ايه السيجما ات بوينت ايه المفروض انها تساوي ايه بقى؟ قانون جنرال بلس ماينس اف على اريا بلس ماينس ام اكس على اكس واي بلس ماينس اف واي على الاي واي في اكس. في الحاله دي هنا ادي بلس ماينس اف على اريا، موجوده عندي فورس، موجوده عندي فورس، الترم ده موجود مش هيتشال. بلس ما ده قانون السيجما الاول جنرال، بلس ماينس الايه؟ الام اكس. هنا عندي ام اكس والام واي عندي ام اكس على الاي اكس 4 على الاي اكس، ما عنديش الترم بتاع الام واي. هاجي اجيب السيجما عند كل بوينت، سيجما ات بوينت ايه هتساوي الفورس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الفورس دي كانت بتعمل ايه؟ بصوا كده، انا نرجع تاني للفورس، احنا حطيناها من غير اشاره لما جينا رسمناها. كنا راسمين لودنج كونديشنز، كنا راسمينها في اتجاه ايه؟ سالب. كان لازم ان انا احط هنا في نيجاتيف، مش هحط الفاليو بس، مهم جدا اشاره عشان ابقى عارف هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. فهي كانت من الاول خالص طلعناها من اللوتي كونديشنز ان هي بالايه؟ بالنيجاتيف كومبريشن. حلو قوي. يبقى السيجما هي عباره عن ناقص 120 كيلو نيوتن، احولها على طول لايه؟ لنيوتن اضرب في 10 اس 3 واقسمها على الاريا، الاريا اللي احنا حسبناها اللي هي 120,000. سيجما ات بوينت ايه؟ ركز معايا، ايه دي؟ ناحيه ديل السهم وراس السهم، ناحيه ديل السهم، ديل السهم يبقى احط بوزيتيف بلس ام اكس المومنت ات اكس اهو مجهزها عند 375 كيلو نيوتن متر، يبقى احولها اضرب في 10 اس 6 مقسومه على الاي اكس، الاي اكس ما اديهاش حسبتها خلاص 900 في 10 اس 6
في الواي اللي هي ايه الواي؟ البعد عن النيوترال اكس. النيوترال اكس اهو بالنسبه لي البعد عنه يبقى 0.15. اه خلي بالك 0.15 كده تبقى مظبوطه، دي 0.3 صح؟ 0.3 يبقى لازم احول ده 0.3 يعني هي 0.15 متر. 0.15 متر اضربها في 1000 يبقى كام؟ يبقى 150 مليمتر. تمام؟ ماشي؟ هنعوض بقى في الارقام دي. هيطلع لي السيجما at point A. تمام. هتطلع هنا سيجما at point A. هتطلع بالموجب. هتطلع الكام قيمتها 62 ميجا باسكال. نيجي بقى عند سيجما at point B. هو ال point B ده بيمر بيها محور X ده بالنسبة لي. اللي هو ده محور ايه؟ اسمه النيوترال اكس. هو ده المحور اللي المفروض لو المومنت عندي هنا تنشن، هنا المفروض ميبقاش فيه اي ستريس ديو تو بيندنج مومنت. النيوترال اكس مفيش ديستانس وار، مفيش ديستانس وار، همشي يبقى ناحيه ثانيه كومبريشن. حلو قوي. هل معنى الكلام ده هلاقي سيجما عند بي هل هلاقي القانون بتساوي صفر؟ لا مش هتساوي صفر. ليه بقى؟ عشان سيجما ديو تو حاجتين بتحصل، ديو تو نورمال ستريس وديو تو بيندنج مومنت. في نورمال ستريس؟ اه في نورمال فورس، سوري في نورمال فورس اللي هي اف على الاريا. انما المومنت موجود بس هنا ما كانش فيه ايه؟ واي. يعني هيظهر عند النقطه بي هيظهر نورمال ستريس ديو تو نورمال فورس، انما المومنت ديو تو مومنت زيرو عشان الواي بزيرو. اوكي؟ يبقى هنا هيظهر لي ايه؟ هيظهر لي الترم بس اللي هو بتاع ناقص الاف على الاري، ناقص الاف على الاري اللي هي ناقص ال 120 في 10 اس 3 على 120,000. هتطلع لي في الاخر الانسر دي طبعا قيمه صغيره جدا، المساله دي يعني قيمه صغيره بالنسبه للمومنت، هتطلع لي ناقص 1 ميجا باسكال. طبعا هي قيمه صغيره مقارنه بقيمه الايه اللي طالعه من المومنت، ناقص 1 ميجا باسكال. كومبريشن اتجاهها كومبريشن. هاجي اعمل نفس الكلام مع السيجما ات بوينت بقى ايه؟ سيجما ات بوينت سي. السيجما ات بوينت سي هتساوي ايه؟ هل هرجع زي المساله اللي فاتت اللي حليناها الاولانيه وقوم قايل سيجما عند سي بتساوي سيجما عند ايه؟ مش هيحصل الكلام ده. ليه؟ عشان ظهر الترم بتاع الاف على الاريا. المساله اللي فاتت اللي احنا حليناها كانت الاثنين زي بعض بس فرق اشاره، واحده بص والثانيه نيجاتيف عشان ما كانش فيه نورمال فورس. انما هنا عندي فيه نورمال فورس، فبالتالي لما اجي احسب السيجما على بوينت سي هلاقي نفس القانون احطه هنا، هيبقى ناقص الاف على الاريا، يبقى ناقص ال 120 في 10 اس 3 على الاريا ال 120,000 ناقص، هحط هنا ايه؟ ناقص ام اكس عشان هي ناحيه ايه؟ ناحيه الكومبريشن، ناحيه الكومبريشن، يبقى ناقص ال 375 اللي هي المومنت في 10 اس 6 على الاي اكس اللي هي 900 في 10 اس 6 في البعد برضه عن النيوترال اكس هنا يبقى كام؟ هيبقى 0.15 متر يعني 150 مللي. تمام؟ هنعوض في المعادله دي، هيطلع لي طبعا عشان هي قيمه صغيره، هيطلع لي هنا 64 ناقص 64 مش 64 بس ناقص مش ناحيه الكومبريشن، ناقص 64 ميجا باسكال. كده انا جبت الايه؟ الستريسز، جبت القيم النورمال ستريسز عند البوينت A B وC. تمام؟ قبل ما ارسم الستريس دايجرام نحسب بالمره الشير ستريس وبعدين نروح نرسم الدايجرامز النورمال والشير. نحسب دلوقتي الشير ستريس. هنا دي مساله سهله جدا عشان ده القطاع بالنسبه لي مستطيل، فالشير ستريس القطاع المستطيل التاو بتاعته بتساوي ايه؟ بيقول لي ان التاو بتساوي 3 على 2 الفي في الاريا. الفي اللي هي عندي هنا الفي واي، فهعوض تعويض مباشر جدا يبقى تساوي 3 على 2. طبعا التاو دي ات اني بوينت، احنا بنحسب فين التاو يا جماعه؟ برضو هحسب انا عندي هنا بيعمل في ايه؟ هنا بيعمل في واي، في واي يعني في اتجاه واي. يعني لو انا رسم القطاع برضو خلينا نرسمه برضو قدامنا كده عشان تبقوا شايفين، اهو ده القطاع بتاعي، ده محور دلوقتي واي، فدي الفي واي. فانا بحسب فين برضو؟ عند البدايه والنهايه، فتبقى التاو هنا بصفر وهنا بصفر عشان الكيوب ايه؟ بزيرو. وهحسب في النص، فالنص ليها معادله
عشان ده شكل ستاندرد من اشكال اللي ايه بعرف احسبها بسهوله. فحسبت ليها التاو طلعت 3 على 2 او القانون بتاعها 3 على 2، يعني دي التاو عند البوينت بي يعني. اوكي 3 على 2 في الفي واي على الاريا ب 3 على 2. الفي واي اللي هي عندنا 120 في 10 اس 3 على الاريا اللي هي 120000. هيطلع لي في الاخر ان التاو كبر برده تافهه قوي، تطلع 1.5 ميجا بس كده. طلعت التاو، طلعت السيجما سي اهي عشان دي الحاجات اللي هحتاجها في الرسم دلوقتي. طلعت السيجما عند بوينت بي وطلعت السيجما عند بوينت اي عشان ابدا اهو جاهزه اهي. هبدا بعد كده ارسم ايه؟ هحط القطار وابدا ارسم الدايجرامز اللي هم النورمال ستريس دايجرام و الشير ستريس دايجرام. طيب هرسم القطاع برضو، لازم احط جدا القطاع واحط المحاور بتاعتي. القطاع بتاعي هو عامل كده اهو. المحاور او اتجاه المومنت ده، اتجاه المومنت بالنسبه لي هو كده، ده الام ايه الام اكس اللي طلعت. وبرده ده اتجاه هو نفس الكلام برضو الاتجاه الفي، مين الفي واي برضو في الاتجاه ده. ده كان محور مين الرأسي، هو بالنسبة لي كان محور اكس. ده كان محور واي. لما احب ارسم انا عندي المومنت ام اكس، يبقى هرسم تحتها كده تمام، مش هرسم بقى يمينها، هرسم لتحت. فهنزل بالقطاع ده بنقط تحت منه اهو، هرسم توزيع الاجهادات هنا، هرسم توزيع النورمال ستريس ديستريبيوشن. هاخد خط هنا اهو كده اهو. دلوقتي انا عايز ارسم النورمال ستريس ديستريبيوشن، هبدا بالبوينت عندي هنا. كان عندي بوينت هنا كان اسمها A، وهنا كان B، وهنا كان C. عند البوينت A كان السيجما بكام؟ اهي السيجما جبناها كانت 62 ناحيه A ناحيه شد. فالشد اقوم عامل ايه؟ هطلع ناحيه الشد هو البوزيتيف واللي تحت هو النيجاتيف، يبقى اطلع بمقدار قد ايه؟ 62 ميجا باسكال. هاجي عند البوينت بي بقى، هل هتبقى بصفر؟ اه بوينت بي لا، في قيمه سيجما بس الكومبريشن قيمتها قد ايه؟ ناقص 1 ميجا باسكال. يبقى هنزل هنا لتحت ده كده حته صغيره قوي يعني، نقطه صغيره من ناحيه الكومبريشن، ووصل دي بدي. المفروض الاكستنشن بتاعه بيقفل صح، بس انا بحب احسب هنا كمان واوقع وارسم بسكيل عشان تطلع الرسمه بتاعتك مظبوطه. ارسم بسكيل الدايجرام ده عشان تتوصل نقط مظبوط. لو جينا نحسب عند بوينت سي هنوقع القيمه اللي هي كام؟ سيجما ات بوينت سي سالب 64. يبقى اجي هنزل هنا بالسالب 64 اهي، اوصل النقط دي ببعضها اهو. في عندي قيمة هنا صغيرة ظاهرة هنسميها ايه؟ نكتب كده ان دي واحد، طبعا قيمة صغيرة جدا، ونقفل ده كده اهو. نحط هنا اشارة سالب، وهنا في اشارة موجب ناحية الشد، وانت عندك هنا فاليو دي كده صغيرة اللي هي 1 ميجا باسكال ناحية ايه؟ ناحية الكومبريشن برضه تمام؟ ده كده النورمال ستريس ديستريبيوشن. بعدين نقدر نرسم مين؟ الشير ستريس ديستريبيوشن. هنزل كده بس خطوط الرأسيه، هعمل هنا خط كده رأس افقي اهو، عند البوينت A صفر، عند البوينت C صفر، عند البوينت B قيمه صغيره جدا اللي هي 1.5، هيطلع حاجه ايه؟ حاجه صغيره قوي كده. مش فارق معايا الاتجاه، ها؟ يعني زي ما بعملها فوق او تحت، بس دايما ايه؟ خليها مفيش اشاره هنا اصلا. وتقوم قايل ان الفاليو دي بكام؟ 1.5 ميجا باسكال.
وده اسمه الشير ستريس ديستريبيوشن. دي عندي البوينت A B C، هنا نفس الكلام A B C. بعدين هعمل ايه بقى؟ هو بيقول لي نرسم السيت اوف ستريسز عند الماكسيمم نورمال ستريس وعند الماكسيمم شير ستريس. عند الماكسيمم نورمال ستريس هو عند مين بقى هنا يا شباب في المساله دي؟ اللي هو عند اكبر ماكسيمم ستريس اللي هو 64 بالكمبريشن، اللي هو عند بوينت سي. طب عند بوينت سي ده لو جيت نزلت كده هل في قيمه شير ستريس؟ لا مفيش هنا شير ستريس. يبقى انا عندي الماكسيمم نورمال اهو كده جاي الماكسيمم نورمال ستريس ات بوينت سي. خلي بالك البوينت سي اللي هو على الكريتيكال سيكشن اصلا اللي هو بي، يعني انا خدت الكريتيكال سيكشن بي ده شايفين اللي هو الكريتيكال سيكشن اللي تحت ده، في عندي بوينت، في عندي لو خدت هنا كده اهو ده محور اكس ومحور واي، البوينت هنا ادي هنا ايه، ادي هنا بي، ادي هنا سي، ايه بي سي. فانا بقوم قايل الاليمنت اللي انا هرسم السيلف ستريسز عليه اللي عليه ماكسيمم نورمال ستريس هي البوينت مين؟ هي البوينت سي. انما القطاع الكريتيكال كله هو القطاع اللي عند مين؟ يعني القطاع بالنسبه لي اللي هو قطاع بي يعني. يعني كده رسمت القطاع ده عند بوينت بي، اوكي؟ عشان ما نتلخبطش. القطاع ده مش الكريتيكال، القطاع ده كاني رفعته لفوق فوق فوق فوق، رسمت عند البوينت بي قطاع. القطاع اللي رسمته عند البوينت بي ده في عندي في 3 بوينتس اللي هو اللي رسمته بره ده. A B C، اوكي؟ عشان بس ما نلخبطش الايه؟ الاثنين تخش في بعضها. يبقى الماكسيمم نورمال ستريس البوينت هو ظهر عندي البوينت C، هقوم جاي راسم الاليمنت هرسمه كده اهو، هرسم الاليمنت C. عليه يا شباب بس عليه نورمال. النورمال يوقعه على التو ايدجز دول، يوقعه على التو ايدجز دول هعرف منين؟ هقوم جاي حاطط ايدي، انا بس على الكاميرا اللي هي مين؟ على الكاميرا الرئيسية اللي هي الـ AB. القطاع بتاعي كده اهو. هبدا اشوف محور الكاميرا، محور الكاميرا مايله في الاتجاه الفيرتيكال، يبقى هوقع الاستريس في الاتجاه الفيرتيكال، يبقى هوقع كده خطين لفوق وتحت. السهم هيدخل لجوه لو كومبريشن، هيطلع لبره لو تنشن. هو ايه هنا؟ كومبريشن. يبقى هعمل هنا اهو كومبريشن بمقدار قد ايه؟ 64 ميجا باسكال. طيب الماكسيمم شير عند القطاع اللي هو القطاع اللي خدته عند بي ده، الماكسيمم شير هيظهر فين؟ هيظهر عند البوينت بي. يبقى الماكسيمم شير ستريس ات بوينت اوكيرز ات بوينت بي، ات بوينت بي اللي على القطاع نفسه اللي انا درست عنده الكاميرا. خلاص نرش اللفظ. البوينت بي دي هطلع معاها بقى الماكسيمم شير ستريس ات بوينت بي. ات بوينت بي ده في شير 1.5 ميجا باسكال، لو جيت هطلع في نورمال؟ اه في نورمال بمقدار قد ايه؟ 1 ميجا باسكال كومبريشن. يبقى البوينت بي ده البوينت بي ات بوينت بي في عندي تاو 1.5 ميجا باسكال، وفي عندي سيجما ناقص 1 ميجا باسكال. انا عارف انها قيمه صغيره بس احنا بنتعود بنفهم الفكره، اوكي؟ لازم نعرف ازاي اوقع الاستريسز على الاليمنت اللي عندي. هقوم جاي راسم الاليمنت اهو، هرسم اليمنت كده، اليمنت ده هسميه اليمنت بي. اليمنت بي ده عليه نورمال وعليه ايه؟ عليه شير. لو جينا نوقع اول حاجه الكريتيكال ازاي، هو اصلا كان عليه الشير الاول. الشير بالنسبه لي هنا اوقعه ازاي؟ باخد الاليمنت بتاعي برجع على الرسمه نفسها، برجع على الرسمه. هو الكريتيكال سيكشن قلنا هو فين؟ الكريتيكال سيكشن قلنا عند البوينت بي. انا عايزه بس الستريسز عند البوينت بي اهي. المفروض لو انا خدت هنا البوينت بي هرسم اليمنت كده، دي سايد فوق وسايد تحت، اوكي؟ الشير جايه فين؟ الشير كانت المفروض لو هنا كانت رسمه كامله يعني، خلينا هنا بس احنا مسحنا الدياجرام، احنا قلنا اتجاه الشير كان العكس كده فاكرين؟ قلنا دي كده ممكن يطلع هنا في شير الاتجاه ده، يعني هنا الشير لو انا خدت السايد ده كده من فوق منه في شير في الاتجاه ده، اوكي؟ السهم بتاعي في الاتجاه ده اهو، ده اللي جاي من الفورس مين؟ الفورس 120 اهو
لما خدناها في الكاميرا دي عكسناها قلنا ان هي بالسالب يعني كده، فهي جت كده. اوكي، فلو انا حطيت الاليمنت هنا خلينا نحطه هنا اهو على الرسمه دي اهو، السايد اللي فوق ده متعرض لشير اتجاهه ايه؟ اتجاه السماء بتاعه في الاتجاه ده. جبت اتجاه واحد اعرف اقفل باقي الشكل بتاع التاو، يبقى هو جاي قافل التاو كده اهو. جبت واحد الناحيه التانيه بالعكس. لو انا برضه كنت خدته من تحت عشان ما حدش يتلخبط، لو انا كنت حطيت الاليمنت تحت هنا اهو، الاليمنت هو ويب ستاتس من السايد ده، السايد ده بالنسبه لي لما اقف هنا اتجاه الـ الشير اللي هي جايه منين 120 اتجاه عامل ايه؟ اتجاه لتحت كده ناحيه، يعني اتجاه سوري ناحيه يمين، فيبقى برضه يبقى عامل كده. هقوم اقفل بعد كده عشان ده يبقى ستيبل، راس في راس وديل في ديل اهو. قيمة التاو دي كام؟ أو كانت هنا 1.5 ميجا باسكال. طب في عندي نورمال، النورمال نفس الكونست اللي عملته قبل كده، هحط ايدي عند القطاع بي واقوم جاي قايل المحور القطاع بتاعي الاكسس بتاع الكاميرا على القطاع فيرتيكال، يبقى هوقع في الاتجاه الفيرتيكال اهو. هوقع قيمة السيجما، السيجما هنا كومبريشن والتنشن، كومبريشن بمقدار ناقص 1، يبقى في عندي هنا وهنا سيجما اللي هي بمقدار ناقص 1 ميجا، او نكتبها سوري ما فيش ناقص، بكتب 1 ميجا باسكال على طول. فانت حطيت خلاص بقى الايه؟ الاتجاه، يبقى هنا 1 ميجا باسكال. كده احنا خلصنا، يبقى شفنا كده مثالين، اول مثال كمسألة كاميرا، شفنا ازاي اقدر احسب الستريسز واطلع الاليمنت واطلع اي قيم الستريس اللي على الاليمنت ده وارسمها في شكل الاليمنت السيت اوف ستريس على الاليمنت. وشفنا مسألة تانية ستراكشر رسم 3 دي ايا كان كومبوننت جزء من المكن اي حاجه، شفنا ازاي بقدر افكها زي ما خدنا في الاستاتكس او الشيت اللي قبلها على طول، المساله اللي قبلها المسالتين اللي قبلها، وحلينا وجبنا الرياكشنز ورسمت كل جزء منها اللودنج دايجرام، وطلعت من اللودنج دايجرام فين الكريتيكال سيكشن، خدت الكريتيكال سيكشن ده عملت له حسابات الاستريسز النورمال والشير ستريس، وبعدين طلعت الماكسيمم بوينت اللي عليها الماكسيمم ستريس على القطاع. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدا نحل مسائل دايركت اكتر، يعني هو هيقول لي قطاع معين احسب عنده الست اوف ستريسز، مش هنا، هنا كان بيقول هات الكريتيكال سيكشن وطلع الست اوف ستريسز عن اقصى اكتر نقطه عليها ماكسيمم نورمال او ماكسيمم شير. هنشوف الفيديو الجاي هنكمل باذن الله في المساله اللي بعدها على طول، دي مساله 7 مساله 8، وبعدين هنحل مساله 9 الفكره بتاعتها العامه نقولها برده. شكرا يا شباب.